السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة دكتور ايفون. انا اخوكم عبد اللطيف البنا، والفيديو النهاردة فيديو تفصيلي وشرح كامل لساعة MT9 الترا ميوزك من شركة ميدفيت. بعد ما جربت الساعة وشفت بعض الامكانيات، الاتصال والاستقبال والبطارية وبعض الامكانيات فيها، هنبدأ نشرح النهاردة ان شاء الله ازاي تشبكها على التليفون وعلى التطبيق، وازاي تتصل وتستقبل منها، ونشوف الامكانيات. ما تنسوش، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يلا بينا. ساعة MT9 Ultra Music تحديث من شركة ميدفيت، والشركة دي متخصصة في إنتاج الساعات وتصنيعها. عندهم أكثر من منتج، وهتلاقوني حاط لكم في الروابط إن شاء الله وفي الوصف المنتجات بتاعتهم وروابط الشراء. الساعة دي حدثوها بعد ما نزلوا ساعة MT78 Ultra Music، عملوا فيها تحديث قوي جدا في الشاشة. لو لاحظتوا معايا هتلاقي في كيرف في الشاشة هنا، والشاشة مكتوبة 3D OLED. الشاشة دقتها عالية، وكمان الكيرف اللي فوق ده مديك كأنك بتشتغل بالساعة 3D. خلينا نشوف العلبة والتغير اللي عملوه فيها. أول حاجة هتلاقي على العلبة مكتوب التفاصيل من هنا، هنقرأ مع بعض التفاصيل اللي موجودة على العلبة. مكتوب هنا إيماكس ألترا، وشعار الشركة، وواتش 9، و3D OLED ميوزك ووتش. بعض الكتابة اللي موجودة على العلبة والتعليمات اللي موجودة بيقول لك ان الساعة دي ما تعتمدش عليها في القياسات، القياسات فقط تقريبية. وكمان مكتوب ان موضوع معيار المية ده بيتغير مع الوقت واستخدامك للساعة، يعني ممكن في اول ما تستخدمها تكون مقاومة للمية، وبعد فترة من الاستخدام الضغط بتاعها يفتح معاك وما تكونش مقاومة للمية. كمان كاتب لك ان عمر البطارية بيتغير مع كتر الشحنات، ودي حاجة كويسة اللي هو بينبه عليك ان دي الساعة مهما كانت ان هي كوبي فما تعتمدش عليها بصفة كبيرة في موضوع قياسات الطبية. جايب لك هنا ازاي تشبكها على الكتالوج والامور دي كلها. وخلينا نشوف من جوه اللي موجود عندنا في العلبة. هما زودوا الاستراب، خلوا 2 استراب موجود في العلبة. عندنا هنا الاستراب القماش، والنوعية بتاعته كويسة، وكمان هنا الاستراب المطاط ونوعيته وجودته كويسة. خلوا شكل الكرتونة أشيك وأحسن. وهنا الشاحن، والشاحن بتاعهم فاست تشارج فعلا، يعني بيشحن الساعة فترة قليلة غير الساعات اللي قبل كده. خلينا نحط الكرتونة على جنب ونبدأ. أول حاجة خلينا نشوف السهولة في تركيب والاستراب، هل في سهولة في تركيبه؟ هل في دلوقتي اللي انت مثلا ما تيجي تشيله هيكون في سهولة عن الاول؟ ده الاستراب القماش، وده شكله على الساعة. وانا عندك الاسترابات بتوسع زي ما انت عايز. كمان بيكون في عندك لوك ولوك هنا برضو، بتشيل بكل سهولة والتركيب بسهولة. خلينا نبدأ نشوف التصميم. شايفين الساعة في الكيرف اللي قلتلكوا عليه، في ارتفاع هتلاحظوه حتى في الشاشة من فوق، نفس الشيء في الساعات اللي قبل كده، بس زودوا هنا. طبعا في الساعات الأصلية في هنا خط أبيض شوية موجود، فهنا مكملينه للآخر نفس الأشكال اللي قبل كده. ولكن لاحظت في حاجة هنا برضو مع الجهاش في الساعة دي، لو لاحظتوا المسامير هنا بارزة، ودي ممكن تأثر على لو مثلا في واحد مسمار بارز والتاني مش بارز، يعني ممكن تأثر لو حد لبس الساعة وقت طويل. مفيش فروقات كبيرة هنا في الشاشة، يعني مفيش فروقات كبيرة هنا في الشاشة. وشكل الشاشة دي هيخلي لو مية سقطت عليها يحصل انزلاق وما تكونش ثابتة على الشاشة. لما بتكون مسطحة بيكون عرضة ان المية تنزل اكتر في الاطراف. شايفين دي خلفية أنا حاططها على الساعة. طيب خلينا نشوف أول حاجة قبل ما ندخل على الساعة من جوه. لو سحبنا من تحت
إيه اللي يطلع لنا؟ هيطلع لنا هنا عندك البلوتوث، خلينا نرفع الإضاءة بتاعة الساعة. شايفين ده السطوع بتاع الساعة، شايفين دقة الساعة والشاشة بتاعتها كويسة. طيب لو جينا نرفع هنلاقي هنا البلوتوث، وعندك هنا الصامت، وبعدين هنا عندك البطارية، عندك هنا السطوع، هنا الإعدادات، هنا الباركود بتاع اللي أنت تشبك عليها، هنا معلومات الدفع، وهنا عندنا العصور أو الهزاز بتاع الهاتف، المعصم اللي ترفع إيدك تشتغل الساعة، وعندنا هنا العصور على الهاتف، وهنا الكشاف، وإيه تاني عندنا؟ عندنا هنا المسجل. الساعة دي اللي بيميزها إن فيها تسجيل صوت لحد ساعتين، يعني لو عندك ملاحظة صوتية عايز تسجلها مؤقتا وتحفظها وبعد كده ترجع لها تاني، حاجة معينة في شغلك ولا حاجة، هتلاقيها موجودة هنا في مسجل الصوت، تبدأ التسجيل وبيتحفظ عندك على الساعة. يعني هنديله هنا وهتلاقي هنا، شايفين ده الصوت، دي الحاجات اللي موجودة في لو سحبنا من تحت اللي هي القائمة المختصرة. عندنا هنا هي وقت إيقاف الشاشة، ولو أنت حابب تغير كمان الحاجات دي ممكن تعمل تجميع وبعدين تغير وتزود زي ما أنت عايز في الحاجات دي. طيب لو سحبنا من تحت، لو سحبنا الحاجات، لو سحبنا كده من فوق، هيجي لك المكالمات وهيجي لك الإشعارات، يعني شايفين المصلى، شايفين مش عارف رسائل جالي من سناب، بس الفكرة إن هو بيجيب لكش علامة الواتساب أو علامة السناب أو علامة الحاجات دي، بيجيبها لك كأنها مسج عادي بالشكل اللي أنتوا شايفينه ده. طيب خلينا نسحب من الجنب، من هنا هيجيب لك هنا الباركود والوظائف المشتركة زي الطقس والرياضة والقلب والساعة، وعندك هنا الباركود وعندك الطقس. لو سحبنا من الجنب التاني هيجي لك البيانات بتاعت الصحة، معدل ضربات القلب، النوم، وتضيف اللي انت عايزه، وهنا عندك موضوع الميوزك، دي الحاجات اللي هنا. عندنا الزر ده هو الزر الأساسي، يعني الزر ده زر الأساسي بيغير الخلفية تطلع منه، وده زر غلق الشاشة وان انت ترجعها تاني، وبيقول لك الاختصارات هنا، شايفين بيقول لك الاختصارات هنا. عندك الزر ده زر التخصيص، ممكن تخصص فيه الرياضة، ممكن تخصص فيه حاجات تانية. تمام، خلينا ندخل على الساعة من جوه ونشوف التطبيقات. طبعا معظم التطبيقات او الساعات دلوقتي بقت بتجيب حاجة شبيهة لأبل، يعني شبيهة لتطبيقات أبل على الساعات اللي هي الأبل ألترا. زي ما انتم شايفين في سهولة في التاتش، في سهولة في التاتش. الحيز الأسود حوالين الشاشة مش واخد حيز كبير، واخد يعني حاجة قليلة. الارتفاع بتاع الشاشة مساعدك ان انت تستخدم التاتش بسهولة، في سلاسة في التاتش. عندك هنا كل التطبيقات دي دلوقتي هنتكلم عنها ان شاء الله، بس خلينا نشوف اهم حاجة دايما بركز عليها، موضوع اللغة العربية. اللغة العربية حسنوها عن الساعة اللي قبل كده، بس برضو مازالت اللغة العربية محتاجة تحسين اكتر. يعني الخط هنا رفيع عن مثلا الاتش كي وعن الاكس 9، اللغة العربية فيهم كويسة كأنك كاتبها بخط النسخ. هنا كويسة عن قبل، كانت الاول بتبقى فيه يعني تقطيع في الحروف، ولكن هنا مفيش تقطيع، بس الحروف قريبة قوي من بعض زي ما انتم شايفينها كده، ولكن كويسة عن اللي قبل كده. لو حبينا نغير الخلفيات او شكل التطبيقات، بنضغط ضغطة على الزر هنا يجيب لك الشكل ده، ولو حبينا نغير تاني يجيب لك، خلينا ندخل نضغط ضغطتين يجيب لك كده، نضغط ضغطتين يرجعك، مفيش الا الشكل ده والشكل ده، وهما شكلين موجودين. طيب لو انت عايز تحرك تطبيقات بتحركها بزر الدرج. طيب لو عايزين نرجع للخلفية العادية او للتطبيقات العادية، وبرضو بتكبر على التطبيق اللي انت عايزه. يعني مثلا عندي تطبيق اللي هو في الوسط ده، تطبيق المنبه مثلا او الساعة، اكبر عليه وافتحه. تمام، لو مثلا عندي تطبيق مثلا اللي هو في الوسط بتاع البوصلة او دفح، بيدخلني عليه. الساعة دي فيها البوصلة، والبوصلة بتاعتها مظبوطة،
يعني دقيقة في إن أنت تشوف مثلا القبلة، تشوف لو أنت في البحر الحاجات دي، ودي من بعض من الميزات اللي موجودة في الساعة دي. خلينا نبدأ نشرح إزاي نشبكها على التليفون، ونبدأ نشوف الإمكانيات بتاعة التطبيق وإيه اسم التطبيق ده. شكل التطبيق، والتطبيق اسمه ميدفيت، خاص بالشركة، ولو دخلت عليه بالشكل ده هتلاقي ده شكل التطبيق. طبعا هنا متصلة الساعة على التطبيق، علشان تعمل لها اتصال هي هتعمل معاك اتصال بسهولة، مش هيكون في صعوبة في الاتصال. هترفع كده وبعدين تفتح البلوتوث، وهتجيب الباركود ده وتعمل اكتساح من هنا. شايفين هيقول لك ان هو خلاص شابك معاك، تمام، و هيشبك معاك ويطلع لك الخلفيات. هنبدأ نشرح التطبيق دلوقتي، ولو انت عايز شغلها اتصال واستقبال هتدخل على البلوتوث عندك على التليفون، وبعدين هتلاقي عندك موجود هنا هي شبكة MT9، وبعدين هيظهر لك هنا MT9 واتش كول. هتعمل ايه؟ هتتأكد ان البلوتوث عندك هنا شغال، وبعدين هتقفل البلوتوث عندك في التليفون وتفتحه تاني. هيبدأ يظهر لك تحت هنا MT الترا كول، وبقى عندك كده انت شبكت الاتصال وشبكت التطبيق. خلينا نرجع للتطبيق ونشوف هل هم عدلوا موضوع ال هل هم عدلوا موضوع ال 12 ساعة وال 24 ساعة والكلام ده. يعني لو دخلنا هنا على الإعدادات هتلاقي عندك هنا تطبيق، عندك هنا موضوع ال 24 ساعة، عايز تشغله أو تخليها 12 ساعة. هتلاقي عندك مثلا لو دخلت هنا على أي حاجة زي مثلا الإعدادات، هتلاقي جايب لك هنا موضوع ال 12 ساعة فوق. جايب لك هنا بقى في الإعدادات الأخرى جايب لك حاجات كتير، من تذكير الشرب المية، وموضوع الإزعاج، وارفع المعصم والكلام ده. عندك هنا الخلفيات، ودي ميزة في التطبيق. التطبيق ده معظم الخلفيات، التخلفيات كلها موجودة فري. لو حبيت ان انت تنزل تطبيق خلفية معينة، طبعا تطبيق ويرفت برو اللي هو بيشغل كتير من الساعات زي اتش كي واكس 9 واكس 8، الخلفيات للأسف معظمها دلوقتي بقى بفلوس، ماشي. يعني مثلا عندنا الخلفية دي لو حبينا نثبتها على الساعة هتعمل تثبيت وهتبدأ تنزل معاك. شايف بيقول لك هنا نقل الملفات، في سرعة في نقل الملفات، وبقى عندك كده الخلفية ثبتها. شايفين الشاشة ودقتها بدأت تظهر معاك بالحلاوة دي، شايفين، وجايب لك ال 12 ساعة، وجايب لك هنا عدد الخطوات، وجايب لك السعرات الحرارية ودرجة الحرارة ونبضات القلب. لو حبيت تختار صورة من على التليفون، مثلا صورتك، صورة أي حد، وتحطها هنا على الساعة، هتيجي في النص هنا وبعدين تعمل اختيار وتنزل الصورة اللي انت عايزها من عندك من على التليفون. عندنا هنا على التطبيق بيقول لك ابحث عن الجهاز، يعني ممكن تبحث عن الساعة. لو جيت تبحث عن الساعة هيطلع معاك دلوقتي، شايفين الانذار اللي مطلعه ده دلوقتي عشان يطلع لك الساعة فين، تمام. عندك هنا التصوير، وعندك هنا معلومات اللي انت عايز تشغل النشاطات او الرسائل اللي هتجيلك من التطبيقات دي، وعندك هنا اتصال هتضيف الاتصالات، وعندك هنا معلومات الجهاز. لو عايز مثلا تعمل تحديث للساعة، النسخة الحالية هي أحدث نسخة، شايفين. لو عايز تحدث هتيجي هنا، ورمز الاستلام، وده هتدخل هنا مثلا على الحركة هيجيب لك التمارين والحاجات دي، هيجيب لك التطبيق تسجل بإيميل جوجل أو إيميل الأبل عندك. عندك هنا وهنا وطن، هنا بيحط لك نقاط وممكن تربح فلوس من التطبيق ده مع الجري ومع الحاجات دي، وممكن تبقى فيه عندك كمسابقة كده على التطبيق. بكل سهولة احنا شبكنا. لو حبينا نعمل مكالمة دلوقتي، يعني مثلا دخلت واعمل اتصال وبتصل دلوقتي من على الساعة، شايفين دلوقتي بدأ يدخلني على التليفون، شايفين. طيب لو حبيت اغير للسماعة ارجع للايفون، طب ارجع للساعة، مفيش اي مشكلة، مفيش اي تعارض ما بين الساعة وما بين التليفون، تغير في اي وقت، وحتى الايربودز مفيش اي مشكلة. الساعة فيها العاب،
يعني لعبة زي دي مثلا، كل ما بتلعب اللعبة دي اللي هي السيارات بيجيب لك درجات وسرعة. أنا بلعب كنت بلعب اللعبة دي طول اليوم، وجميلة جدا الصراحة اللعبة دي في الساعة. وعندك كمان لعبة اللي هي خاصة بموضوع الطيور ده، دي لعبتين موجودين على الساعة، فيها لغات كتير غير اللغة العربية. وهنا عندك مسجل صوت زي ما قلت لك، دي ميزة موجودة في الساعة. الساعة دي فيها ميزة كمان مش موجودة في ساعات كتير من الكوبي اللي موجودة، اولويز اون ديسبلاي، وضع تشغيل الشاشة اللي هو المستمر موجود في الساعة وموجودة على طول. يعني ممكن لو انت ما شغلت الساعة لحد ما تفصل البطارية هيفضل اولويز اون ديسبلاي، وضع تشغيل الشاشة الدائم هيفضل شغال معاك. يعني هو شايفين هنا جايب لي الخلفية اللي انا نزلتها، ودلوقتي هيقف معاك ويجيب لك اولويز اون ديسبلاي ويفضل شغال معاك. البطارية بتاعت الساعة دي اقوى من البطاريات بتاعت ساعات كتير، يعني ممكن تقعد معاك مثلا من يومين لثلاث ايام في الاستخدام. فيها وضع توفير الطاقة ده اللي هو اولويز اون ديسبلاي، ممكن تاخد معاك لحد 7 او 8 ايام. بصفة عامة الساعة التحديث بتاعها كويس، مميزاتها كويسة جدا، ما هيش ضد المية بالكامل. المميزات اللي موجودة فيها، فيها مسجل صوت وفيها اولويز اون ديسبلاي، وكمان الشاشة دقتها أعلى من قبل كده، والمكالمات بتاعتها كويسة، ولكن البادي بتاعها لسه عايز شغل. اللغة العربية عايزة تحديث أكتر. بصفة عامة الشركة دي بتحاول إن هي تحدث أكتر وأكتر في الساعات بتاعتها. طبعا اتكلمنا عن ساعتها الـ MT15S، ودي فئة من الساعات بتاعتها، فيها أكتر من شكل، هحط لكم الروابط إن شاء الله، روابط الشراء. دي الـ MT15S، ودي الـ MT9 Ultra Music، فيها ذاكرة داخلية الساعة. وخلينا نشوف عندهم أكتر من منتج هيبعتوه الأيام الجاية إن شاء الله في الساعات، أعتقد هيكون أفضل. الساعة سعرها تقريبا 130 درهم إماراتي، وحطولكم رابط الشراء بتاع الشركة. ربنا يحفظكم، والسلام عليكم.